السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ الحمد لله والشكر لله. مرحبا بكم في هذه القناه. اليوم بغيت ندير معكم الكرعين بالطريقه الباكستانيه، تيجيو حارين وفيهم لاصوص بزاف. واخا عندي هنا الكرعين وما عنديش بزاف، ما بقاش ليا ساله وراجلي بغاه. عندي الكرعين وهذا فيه الثومه والسكينجبير مطحونين ونص بصله والقامه ديال باكستان. هانتوما شو حاره وزوينه وبنينه. ونبداو بسم الله. انا ما غندير لا زيت لا والو البنات، شفتوا ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه. بسم الله بسم الله. وندير القامه، غندير فيها جوج معلقات. بسم الله. ونزيد واحد نص. وعندي هنا الماء صافي البنات، وغنسد عليها. واخا غنحطها هنايا وغادا ندير عليها غادا نشعل عليها البوطه ونخليها. انا غادي نديرها شويه مجهده باش دغيا طيب ليا صافي. ملي غتوجد ان شاء الله وغنشاركها معكم دغيا ساهل ماهل، وغنوريكم النهايه ديالها كيفاش. يلا ها انتم البنات شوفوا كي جات. ها انتم واحد الحاجه بغيت نقول لكم، علاش انا خليت لاصوص ديالها؟ خليت لاصوص لان تيقول لك هادو، انا كانت تقول لي دوزتي الله يرحمها، تيقول لك هاد لاصوص راه مزيان للصحاب اللي عندهم الحرق في العظام في الرجلين ولا اليدين في اي عظم في الظهر ولا هذا، تتشربي هذا ولا مع الخبز ولا البطبوط، مزيان الحريق راه مزيان ما تيخليكش. انا راجلي ما تيكون عنده ما فيه السكر وفيه الحريق وتيبغي هذا تيبقى يشرب فيه بحال البلول. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وسمحوا لي الا غلطت، وتبارك الله عليكم وشكرا للمشاهده والسلام عليكم.